أرد أمسي عليكم زملائي في الاستديو وأمسي على جميع متابعين تلفزيون قطر. طبعا اليوم متواجد في النادي الأهلي لتغطية فعالية بعنوان المعسكر البيئي الأول المنظم عن طريق مركز أصدقاء البيئة، ومعاي عبد الرحمن العبد الله المنسق الإعلامي لهذا المركز. نبيك تكلمنا عن المركز بشكل عام، يعني عن الفعالية. جيتوا بعنوان المعسكر البيئي الأول، فحدثنا عن المعسكر. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. المعسكر يتحدث عن اللي مسوينا احنا، أنشطة حق الطلاب، أو بمعنى صح أنشطة حق الجيل الجديد، أن ننوع لهم سواء في الرياضة أو في الأنشطة الثقافية والترفيه. قلنا أن ننوع لهم مثل ما اليوم متواجدين في النادي الأهلي، عندنا دوري كورة وياهم، ننوع لهم في الأنشطة شوي، وفي عندنا جدول منظمين لهم راح نوديهم رحلات بحرية بإذن الله، وراح نسوي لهم دوري مثلا تنس طاولة وجولف، أنشطة رياضية بمعنى صح. يعني المعسكر راح يكون بشكل يومي لمتى إن شاء الله؟ هو المعسكر 5 أيام، ومن سن 11 سنة ل 15 سنة. فالحمد لله اكتفينا بعدد ممتاز كأول خروج لنا وياهم، وإن شاء الله يبيضون الوجه. شلون تشوف إقبال الشباب على المعسكر، وحتى أولياء الأمور شلون ردت فعلهم؟ والله الإقبال كان جيد، والحمد لله ردت أفعالهم كانت وايد ممتازة، والشباب يعني بيض الله وجيهم واقفين ويانا ومتعاونين ويانا الحمد لله. خلال هالمعسكر الشباب يباتون عندكم في المركز ولا يرجعون بيوتهم ويرجعون لكم مرة ثانية؟ لا، يباتون عندنا وموفرين لهم مكان إنه ينامون فيه، وموفرين لهم كل شيء من ناحية المبيت ومن ناحية الأكل وكل شيء كل شيء. يعطيك العافية عبد الرحمن. وأيضا عندنا قائد المعسكر حمد المير، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. مركز أصدقاء البيئة لهم يعني دور كبير في هالمعسكرات والفعاليات، تحدثنا. هو مركز أصدقاء البيئة عبارة عن يعني حتى في المعسكر هاي حاول نخلي المعسكر البيئي، لأنه بنظم خلاله 4 ورش بيئية من ناحية تعلم الركائز الأربعة اللي في المركز نفسه. إحنا عندنا الطاقة المتجددة، عندنا الزراعة، عندنا إعادة التدوير، عندنا ورش تحنيط الحشرات. فإحنا بنعلمهم عن البيئة. البيئة مو بس هي تعال ازرع وردة واطلع وخلاص، لا، أنت شلون تخلي الوردة هاي تكبر، شلون تزرع في كل مكان ورده، شلون تخلي الورود هاي تتكاثر حتى بكره. فيعني احنا حاولنا ندخل لهم المركز ونعلمهم كل شيء بتفاصيل المركز، عشان حتى المركز بكره يقدر يستقطب اكبر عدد من الطلاب وهم مستنسين وعارفين شنو هالمركز اللي داخلينه. وبعد ان شاء الله عندكم مشاريعكم في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله اكيد، وبرامجنا مستمره، وحتى الداتا بيس الطلاب احنا محتاجينها علشان البرامج الجايه على طول يكونون ويانا، واحنا مستعدينهم يستنسون معانا حتى يستفيدون من البرنامج بشكل اصح. حتى يعني الطالب يطلع من عندنا من المعسكر هو عنده شهادات وورش بيئيه، ورش في البيئه، ويقدر يزرع بكره، ويقدر هو يحنط الحشره بنفسه، ويعني غير هاي في وايد ورشات هو بيتعلمها ان شاء الله. كلمه توجهها للطلاب واولياء الامور. اتمنى يعني هم اللي قاعد يشوفون المعسكر هاي، المعسكرات الجايه اللي قاعده تصير، اتمنى يشاركون طلابهم. ان في بعض الاسر تخاف يقول لك انا اخلي ولدي بيت، لا ترى احنا عندنا امان، وعندنا مشرفين مختارين وفق معايير، يعني احنا نوفر لهم كل الامان والراحه لهم وناستهم طبعا. فاحنا نوجه كلمه لهم ان يبوا عيالكم، خلهم يستنسون، خلهم يغيرون جو، يجربون تجربه جديده، يحاولون يعتمدون على نفسهم. وين راي يعني. يعطيك الف عافيه حمد، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. إذا أعزائي المشاهدين، هذا ما لدينا من النادي الأهلي، ونرجع لزملائي في الاستديو.